مخلب أمين عام تيار كرامة الوطن السوري. اليوم كما ترى أن الاجتماع حضره السيد الرئيس مرسي وألقى خطاب أثنى على الشعب العربي بشكل عام وأثنى على كل من يطالب بحريته وقال مصر ستكون مع الشعب الذي سيطالب بحريته. نحن نشكر له هذا الموقف. خطابه كان قويا مسندا للشعب السوري. طلب من النظام السوري الرحيل وطلب من العرب جميعا تحمل مسؤولياتهم وقال أن الدم السوري في رقابنا. إذن الرئيس المرسي وضع مصر أمام المحك. سيحاول بكل الطرق وبشتى الوسائل أن يترجم كلامه إلى أفعال. نحن لا نقول ترجم كلامك إلى أفعال ولكن نحن متأكدون من أنه سيترجم كلامه إلى أفعال. هكذا رجل بهذه المواصفات مصر على عودة مصر إلى الريادة العربية والإسلامية بعد غياب طويل لن يتكلم من فراغ. الشعب السوري يشكر له مواقفه الأخيرة ويشكر المصريين استضافتهم. المصريين يقومون بما لا يقوم به أي شعب عربي آخر. هذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها ولا يستطيع أحد أن ينكرها. الطلاب السوريين أصبحوا يعملون معاملة الطلاب المصريين. المستشفيات فتحت أبوابها للسوريين مجانا. الإقامات هناك مشكلة ما زالت في الإقامات سنحلها إن شاء الله قريبا. هذه الأمور أظن أننا لا نستطيع أن نزود على موقف مصر. لا نستطيع أن نقول شيء. طبعا الشعب السوري يذبح ولكن المطلوب من مصر أن يشكلوا لجان لجمع الأموال من أنفسهم. لا ليس من الضروري تواجد السوريين في هذا الموضوع. يشكلوا أموال جمعيات ومجموعات لجمع الأموال للجيش السوري الحر. هذا حق مشروع للشعب السوري على الشعب المصري. يعني آن الأوان لأن يتخذ المصريون حركات شعبية وتجمعات شعبية تساهم بدعم الجيش السوري الحر في مصر. 95 مليون نسمة. لو كل إنسان دفع بالشهر 10 جنيه هيجمعوا مبلغ كبير للجيش الحر. هذا ما نطلبه من شعب مصر. لا يعني نحن طبعا نشكر مواقفهم نشكر كل ما يفعلونه من أجلنا ولكن من الضروري جدا أن يتم ترجمة الأقوال إلى أفعال. والجيش الحر يحتاج الكلام الجميل ولكن يحتاج أكثر السلاح. السلاح لن يتم إلا بالمال. ناويين تعملوا فعالية تانية قريب؟ نحن دائما بفعالية دائما. نحن هنا في اعتصام مفتوح في هذا المكان منذ 25 يناير. أول يوم أقيمت هذه الخيمة باحتفال مصر بالذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية وما زالت مستمرة. سنستمر حتى إسقاط النظام. وربما أقمنا هنا بعد إسقاط النظام أقمنا ما يشبه رمز للثورة السورية على هذه الحائط بعد أن يتم تجديد إقامة الكراج. بعد أن ينتهي الكراج من الانتهاء سنقوم برمز. سيكون لنا رمز إن شاء الله دائم في التحرير. هذا تحرير هذا الميدان الذي تعلمنا منه الكثير وانطلقت منه ثورتنا أيضا. هتعمله ليكن بمعلوم الجميع أن أحد أهم أسباب الثورة السورية هو ميدان التحرير. هتعمله حاجة في خصوص اللي حصل امبارح عند السفارة؟ السفارة نحن نشكر الشباب اللي نزل رغم أنه تجاوز الحدود. نحن لا نؤيد أبدا أن يشتبك الشباب المصري مع الأمن المصري ولمصلحة من؟ نحن لا نؤيد ولكن نطلب من هؤلاء الشباب أن يضغطوا على حماستهم. الدم السوري كان بالنسبة لهم غالي فلذلك هؤلاء الشباب نقبل رؤوسهم ولكن نطالبهم في المرة القادمة أن يكون الاعتصام سوري.